السلام عليكم، اسعد الله اوقاتكم كل خير. كنت حاب تعرف تظهر الكتابه قدامك متناسقه مع الكلام اللي تتكلمه بواسطه الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيق لعلمك الطريقه الصحيحه لاستخدام هذا التطبيق بشكل مجاني وما تدفع ولا ريال ببلاش. تابع معي الخطوات. طبعا عشان تستخدم هذا التطبيق اول شيء تروح على ابل ستور تنزل هذا التطبيق. التطبيق اسمه كابشن باللغه الانجليزيه، طبعا انا منزله قبل. تفتحه روح على تطبيق كاب كات، تدخل على تطبيق كاب كات، روح على سفاري نبحث عن سكرين اخضر، نزل الصوره الخضراء، بعدها نروح على تطبيق كاب كات. انزل السكرين الخضراء اللي نزلتها، نطلب فصل الصوت عن الفيديو. الاحظ الصوت عندي مطبق على السكرين. الان احفظ الفيديو بجوده عاليه، تمام. تروح على تطبيق كابشن، جيب الفيديو اللي اشتغلت عليه، هذا هو 59 ثانيه. الاحظ الان اضاف لي النص على السكرين. تقدر تعدل اللون والنمط، راح اختار النمط اللي يناسبني، مثلا هذا النمط اعدل عليه، تمام. احط تعديل، اخليه سطر واحد، اختار لون احمر. تابع معي الخطوات، بس اختار لون احمر مثلا لون المفضل احمر على النص بهذه الطريقة، ويكون لون النص بدل ابيض ازرق مثلا. عدل عليه وعدل كذلك على الخط، مثلا الخط يكون مثلا لونه او نوع الخط، اختار نوع خط مناسب مثلا هذا النوع، تعديل الخط مثلا عايز يكون خط ناعم بهذا الشكل، تمام. اوكي اعطيه تمام. العربية السعودية خدمات شات جي بي تي بشكل مجاني هي المملكة العربية السعودية. غير اللون النسب، شركة اوبن اي اي توفر موقع شات جي بي تي في المملكة العربية السعودية بدون كسر او اجر بشكل مجاني من الموقع الرسمي. كيف تسجل في الموقع الرسمي؟ تابع الخطوات. تروح على رب اسمه شات اوبن اي اي دوت كوم، الموقع الرسمي الخاص بشركة اوبن اي اي. مباشرة تظهر هاي الواجهة على خيار ساين ان، اختار المزيد الخاص، تظهر لك واجهة جديدة. الان لاحظ انه كل الكلام حوالي النص على السكرين. الان اصدر الفيديو عشان اتابع الخطوات. الان راح يطلب منك، شوف راح يطلب منك مبلغ مالي. الطريقه ركز معي، بهذه الطريقه اسجل الشاشه من بدايه النهايه حتى انتهاء الفيديو. تستفيد من خدمات شات جي بي تي بشكل مجاني هي المملكه العربيه السعوديه، اعلنت رسميا شركه اوبن اي اي توفر موقع. بس انا هنا يكفيني اقفل انا الشاشه وتروح على تطبيق كاب كات، تمام. اجيب الفيديو اللي حاب اطبق عليه الصوت، اروح افتح مشروع جديد، هذا الفيديو حاب اشتغل عليه، تمام. واخيرا شات جي بي تي. الآن أضيف الصوت اللي اشتغلت عليه بالبداية، أضيف تراكب من هذا المكان، أقص أحذف هذا الجزء، أخذ هذا الجزء لبداية الفيديو عشان أطبقه مع الصوت، أخذ الجزء لبداية الفيديو بهذه الطريقة. أروح أخذ أقطع الفيديو، تمام، أقطع الفيديو اللي فيه سكرين، قص من هذا المكان لهذا المكان، أعطي أوكي. بعدها أروح أجيب أداة تفريغ السكرين أو تفريغ الكروما، أختار اللون الأخضر، اروح اقلل الكثافه بهي الطريقه. الان يضل معي بس النص والخلفيه، اكبرها شويه مثلا حاب يكون النص بهي الطريقه، ادمجها الان مع الصوت. طبعا راح الغي الصوت في الفيديو الثاني اللي هو حق السكرين، مستوى الصوت خليه صفر عشان التزامن يكون صوت واحد بس. كعربية السعوديه الان تستفيد من خدمات شات جي بي تي بشكل مجاني والآن ألف مبروك عليك، تم دمج النص ببلاش من خلال تطبيق كابشن وبالطريقة اللي شفتوها. هاي الطريقة النظام اللي يستخدمها الآن أغلب الناس ويستخدم فيها تطبيق كابشن بشكل مجاني. إذا عجبتك هذه المعلومات تنسى مشاركتها مع أصدقائك المهتمين في هذا المجال، وكذلك الإعجاب والاشتراك في حساباتي لأنه في أشياء راح تفيدك في هذا المجال. وأشوف فيديو قادم إن شاء الله. كان معكم مشعل، والسلام.